أنا معماري ومعلق صوتي وصانع محتوى. حتى أحكي لك يعني هالمعلومة حلوة، أنا مواليد مستشفى صدام الكبير في الكويت. أنت كشخص صانع محتوى، معلق صوتي، مغني، بتحب الغناء، يعني هذا الشيء مختلف تماماً عن الشيء اللي أنت درسته. عم تقلي أنت درست بكالوريا علمي، كيف صارت هاي الشغلة وكيف قدرت تدمج بين هدول الشغلتين؟ مو دائماً لازم الهواية تكون هي العمل، يعني برأيي الناس اللي عندها هوايات الأفضل أنها تكون بعيدة عن العمل. أنت يعني ما لك تخصص بشغلة واحدة فقط، وإنما أنت متعدد المواهب. أنا منعش من عائلة موسيقية إطلاقاً، يعني ما حدا فينا بالمرة بالعائلة له علاقة بالموسيقى أو الصوت أو هيك. وأنا لسه أنت ما كنت مكتشف موضوع التعليق الصوتي إنه أنت فيك ممكن. لا فروحت شو سويت، رحت عم محل موسيقى قلت له معاي 50 دينار بدي آلة، أوكي أعطيني آلة. شلون وصلت لمرحلة أنك تقول أوكي أنا حابب أنه استخدم صوتي بمجال التعليق الصوتي؟ فعلا جبت الكاميرا وجبت المايك وعملت ديمو بودكاست قبل النوم 10 نجوم. إحنا نحارب من أجل عمل محتوى ذو قيمة ومسلي. لا هلأ بالعكس تماما، يعني أنا هلأ أتوق إلى لقاء أي حدا جديد وأسمع منه.